لا شك احنا عم نمر بمرحله الفيروس المنتشر بكل العالم. هذا الفيروس يعني لازم نتعامل احنا معه بجديه، ونكون احنا يعني عم نتقيد بالتعليمات اللي عم تجينا، انه مثل ما عم تجينا تعليمات من وزاره الصحه انه نلغي الاجتماعات، نلغي السهرات، هلا مشان اذا ما مشاننا مشان اللي بنحبهم، يعني حدا بيكون عنده بيته واهله واولاده واخواته محبينه، يعني بجوز انت تكون هنو ما هو مريض انت تعدي، فخلنا نكون هال 14 15 يوم ببيوتنا.